عملا بأحكام المادة 7 على واو من قانون منع الإرهاب، الحكم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت عن التهمة الأولى. بعد أكثر من نحو 6 أشهر من الانتظار، ها قد صدر الحكم النهائي بالقضية المعروفة باسم فتى الزرقاء. الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قضى بإعدام 6 من المتورطين بقطع يدي صالح وفق 1 عينه. هذا الحكم الذي اعتبره مراقبون رادعاً قوياً لكل أصحاب الأسبقيات أو البلطجية، وجد به آخرون غير كاف لمنع الأشخاص الذين يشكلون مصدر قلق للأمن المجتمعي في البلاد من تكرار جرائمهم البشعة، بل يحتاج الأمر إلى إجراءات تشمل تعديل القوانين والتشريعات الرامية إلى تغليظ العقوبة على هذه الجرائم، إلى جانب استمرار الحملات الأمنية الهادفة أيضاً إلى تنقية المجتمع من تلك الفئة. العقوبة اليوم كانت بمثابة ردع أولاً للمجرمين الذين امتهنوا هذه الجريمة، أو الذين موجودين في المجتمع ممكن أنهم يمتهنوا مثل هذه الجرائم مستقبلاً، فهي رادع لهم وردع للمجتمع. ربما برد الحكم بإعدام 6 من المتورطين النار المشتعلة في قلب فتى الزرقاء وذويه، ولكن الحكم بالتأكيد لن يعيد لصالح يداه وعينه التي فقدها نهائيا. الحمد لله اليوم طلع 6 إعدام شنقا حتى الموت. أنا بشكر جلالة الملك على الحكم العادل للمجرمين، بشكر محكمة أمن الدولة على الحكم العادل تاعهم، وأنا بشكرهم كثير إنهم أخذوا الحق، وبشكر الشعب الأردني إنه واقف معاي وسند إيدي. فبرأيكم كيف يمكن القضاء على هذا النوع من الجرائم؟